بارك الله فيك، تحية لك وتحية الجمهور ديالك. الله يكبر بيك. بارك الله فيك، معك مرحبا يونس من مدينة أكادير، خاي سيمو. يونس، وكان الرقم ماشي ديال المغرب. أي أنا في فرنسا حاليا، هاكاك يونس، أكادير فرنسا. شحال في عمرك؟ 34 سنة. ها 34 سنة بزز باش نشد ليا الأبي مرحبا ديالك، وحنا عندنا 4 ولا 4 خاي سيمو كتصحوا. مرحبا مرحبا مرحبا. لمن باغي دير تيست ناري على بلان الخوت، بارطاجي اللايف. اللي باقي ما بارطاجاش اللايف بارطاجي. ملي غندوزو اللايف ديال الانستغرام غادي نصوني عليها، ونصوني عليه هو ابي العاديه، ما غاديش نصوني عليه في الواتساب. شنو السميه؟ شنو شو ها؟ صافي والله. سعيدة، مدينة أكادير، 26 سنة. سعيدة أكادير شحال؟ 26. 26 سنة. أوكي، شحال أنت ويا مع بعضياتكم؟ كلشي كلشي بارطاجي اللايف. شحال أنت ويا مع بعضياتكم؟ غادي نلعب مع خيسيم. بح الوريقات عاوتاني. لا والله يا سلام، الأيامات كاع القنصلية مسدودة خيسيم، غير زيد. أوكي. أرى لي النمرة ديال سعيدة. يونس من أكادير مقيم في فرنسا، بغى يدير تيست لسعيدة من أكادير 26 سنة، وباح الوريقات. 06 زيد زيد. كيفاش جاتكم الخوت هاد اللعيبة هادي؟ الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم سعيدة. السلام. اهلا وسهلا، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. كي ديال لا فامي؟ كلشي لاباس. الو سعيدة، ما كنسمعكش مزيان. سلام. الو صافا بخير؟ وقيلا ما عندكش الريزو، انا ما كتقطع عليك الهضره. الحمد لله، الله يكبر بك. كي داير انت؟ لاباس عليك، كلشي بخير الحمد لله. الله يكبر بك. كاين شي سحور ولا والو؟ والو، شكون معايا؟ معك السي محمد سريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايتك مفرجه في البرنامج ديالي سعيده، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ مرحبا واهلا، هذه فرصه سعيده نعرفك على البرنامج ديالنا، ولما لا كذلك سعيده تولي من المتابعه جداد ديالنا. سعيده من مدينه اكادير، سن 26 سنه، هذه المعلومات صحيحه؟ الو وي، هاد المعلومات صحيحة سعيدة؟ ايه مرحبا بك سعيدة. انت حاليا راك معنا على المباشر على برنامج خطوة قبل الزواج، جانا اتصال من عند واحد الشخص هو اللي زودنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك، حتى هو مستقر في مدينة اكادير. قال لنا باللي انتم في علاقة حب مع بعضياتكم، ولكن هاد العلاقة غير عادية، قال لك كتبغيو بعضياتكم واحد الدرجة كبيرة، وكتخاصموا بزاف بسبب الشك والغيره اللي فيك الزايده، وبغى يدير لك واحد سيربريز، وفي نفس الوقت عنده شي كلام في حقك بغى يقولوا لك امام متابعي اللي معنا دابا. انا غادي ندوزو لك سعيده. اوكي بلا شك، كنظن راك عرفتي شكون. ما يمكنش ما دايره حتى شي علاقه في حياتك؟ لا لا خويا. متاكده؟ والله العظيم انا كنت العلاقات كاع. شكون اللي كرا كاع؟ والله شنو اللي كرهك في العلاقات؟ انا ما كنديرهمش، ما كنصايمش اخويا وهري. امتى كانت عندك اخر علاقه؟ شنو هي العلاقه اللي كرهتك في العلاقات؟ لا لا خويا، ما كرهتش علاقه. قولي لي دابا بصراحه. اوكي قلت لك بالله العلي العظيم، ما كنعرفو رمضان هذا حنا صايمين، والله ما كنعرف حتى شي حد كاع. ما عمرك تصاحبتي؟ لا حقك. اوكي انا ندوز لك سيدي متصل بينا. اوكي اوكي. الو السلام عليكم. السلام. ها هي معك، هضر معها، هضر معها استاذ. الو الو السلام. وعليكم السلام، لاباس عليك؟ الحمد لله، شكون معايا؟ ما عرفتيش شكون اللي معاك؟ لا لا خويا ما عرفتيش شكون معايا. كاع ما عرفتيش شكون اللي معاك؟ كاع الصوت ما عرفتي؟ لا لا خويا ما عرفتش، ما كنعرفش. حنا ما خلينا ما درنا حنايا، خدمنا معنا العالم كامل ومازال ما عرفتي هاد الصوت هذا؟ قطعات عرفاتك واقيلا. لا
ايه هو كتحلف وتعطي القلبها. خلاص كهربائي تحيه لك اخي سيمو. بلاتي باش مش غتجاوب. ديري يا خويا واش الهضره مبقى. الو الو سعيده. وي ها هو معاك هضر معاه. علاش تعطيه اخويا؟ ما عرفتش شكون معايا وانا اصلا ما كنعرف حتى شي حد. ما كتعرفي حتى شي واحد؟ لا واخا ماشي مشكل. قدمي التحيه للجمهور، الناس كيسمعونا وكيتصنتوا علينا. قدمي التحيه للجمهور وقدمي التحيه للسيد خاي سيمو. شكرا بزاف على الاتصال ديالك باش ما نطولوش عليك. كاين الناس كتسناو. بلاتي بلاتي خصها تعرفك شكون انت ونشوفوا الرياكسيون ديالك غيدير. لا صافي دابا هي عارفه وراسها كاين كل شيء اخي سيمو. قطعت وانا فاش صدماتني كتحلف كتحلف وقالت لك رمضان هذا. عمرك تلاقيتي انت وياها؟ الو سعيده صافا واش عرفتي شكون هذا اللي اتصل بك ولا لا؟ اخويا ما كنعرفش، ما كذبش عليك، ما عمرني ما تعرفت على شي واحد. ما كذبش عليك، الا بغى شي واحد يدير لي شي حاجه زعما بغى شي شويه. اوكي اوكي ما عمرك تصاحبتي انت؟ لا ما كذبش عليك، شي واحد بغى يشوهني ولا لا لا. هذا سميتو يونس، يونس اللي كاين في فرنسا اللي باغي يتزوج بك اللي انت وياه عام. عرفتيه دابا؟ هضر سي يونس هضر. راه كتعرفني هكا طبخت علينا خاي سيمو. لا لا يا سعيد عرفتيه دابا؟ لا لا ما كنعرفش. هضر معايا يونس قول لي اش كنت. ما كتعرفيش؟ انا راه برنامج دابا هي راه خايفه فهمتي. دابا هي راه كيسحب لي على الموباش. انا راه برنامج عادي تدخلي فيسبوك وتشوفي وتتعرفي على الناس وتشوفي البرنامج كيداير وتبدا. لا لا خويا انا عارفه البرنامج وعارفه انا كنت كنتفرج فيه وعائلتي كامله كتفرج فيه. انا اش فيها؟ فيها شي عيب؟ برنامج عادي مساله طبيعيه. لا لا ماشي برنامج عادي. لا لا خويا انا ما كنعرفكش اصلا. وهذا البرنامج انا كنت كنتفرج فيه وكيتفرجوا فيه عائلتي كامله. وداكشي علاش خايفه؟ اخويا ما كنعرفكش كذب عليك. صافي ماشي مشكل، ما كتعرفينيش ماشي مشكل. ماشي مشكل خاي سيمو. شكرا بزاف. تحياتي العام اللي مشات وباح الوريقات سعيده. ماشي مشكل يعني الحمد لله. باح الوريقات الله يحفظك ويبارك فيك ويهنيك. يلاه خلات لك الوريقات ديالك اخويا. مرحبا. الله يحفظك خاي سيمو بارك الله فيك. صدمه قويه القلب. ويلها 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 ويلها. انا مصدوم الخوت والله الا مصدوم. نشوف واش هذاك اللي كيصوني عليا واش جواد. يلا ندخلوا كلشي كلشي الخوت. دخلوا انستغرام باش نصوني على جواد ونصوني على ايمان نكملوا القصه ديالهم. كلشي كلشي دخل عندنا الانستغرام. انا نوريكم الانستغرام ديالي كلشي دخل ليه دابا. اوكي ها انتم الاخوان ها هو الانستغرام ديالي. ها انت شوفوا شوفوا عقلوا عليه. سي محمد سري واحد. شوفوا باش ما تقولوش لي ما لقيناش اللايف. الكونت ديالي انا ما كنفهمش الناس اللي كنوري عليهم فيه 740 كا اوفيسي راه معروف ما كاينش شي واحد ما عارفوش. الكونت ديالي فيه 740 كا. ملي غادي تدخلوا باش يبقى يطلع لكم لايفات. بالنسبه للناس اللي كيقولنا ما عندناش الجرس باش يولي عندك الجرس شنو خصك دير؟ تورك على ابوني ها الجرس شفتي وغتضغط على الجرس غيطلع لك هاد الخاصيات. غتورك عليهم كاملين تردهم بالزرق وغتورك على هاد الاخرى وردها غوسوف فاك توت لي نوتيفيكاسيون. ها هي هادي راه خاصه بالفيديو اون دي هذه اللي خاصه باللايفات. اوكي هانتوما ركزوا مزيان. غادي ديروا ابوني في الانستغرام ديالي سي محمد سري واحد اللي فيه 740 كا وغتضغطوا على الجرس وغادي تجيو لهنا. هانتوما غتفعلوا هذه الخاصيات كاملين بثلاثه وركزوا مزيان. هذه راه هي اللي خاصه بالفيديو اون ديريكت. كليكيو عليها وغديروا الاولى غوسوفوار توت لي نوتيفيكاسيون. اوكي يلا كلشي 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 الاخوان يلتحق الانستغرام. اللي ما يعقلش عليه يدير سكرين. هانتوما ديروا سكرين. اللي ما يعقلش عليه يدير سكرين. اش هذا العجب هذا؟ اللي ما يعقلش يدير سكرين. اللي ما غيعقلش عليه يدير سكرين. يلا كلشي كلشي الاخوان التحقوا بنا دابا الانستغرام ديروا سكرين. انا غادي نفتح فيه دابا اللايف.
كلشي 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 تحت بنا انستغرام سي محمد سري واحد 740 كا دخلوا تابونا وضغطوا على الجرس فعلوا هاد الخاصيات كاملين والاخره ديروا فيها غوسوفاغ سوت لي نوتيفيكاسيون يلا انا غنسد لايف ونفتح في الانستغرام.